We start with the subject, the clearance. The most important subject in renal physiology is the clearance. What is the clearance? Clearance of any substance is the ability of the kidney to clear the plasma from different products. صوت واضح. اي نعم دكتور. نعم دكتور صوت واضح. زين هي احنا ايش نستفاد من الكليرنس؟ اذا عرفنا الكليرنس شنو الفائده من عنده؟ الفائده انه احنا نقيس الجي اف ار مثل ما تطرقنا اللي هو جلومير فلتريشن ريت ونقيس الرينال بلازما فلو اور بلاد فلو. شلون نقيس الجلومير فلتريشن ريت باستخدام الكليرنس؟ الجي اف ار حتى نقيسه يحتاج لنا فد ماده، يعني اما اندوجينوس او اكزوجينوس. طبعا ما عندنا فد ايديال اندوجينوس سبستنس، فلازم تكون يعني ايديالي هي تكون اكزوجينوس سبستنس، يعني احنا نعطيها يعني انجكشن ونقيس الليفل مالتها بالبلازما واليورين طلع الـ clearance of this substance، والـ clearance of this substance راح يساوي لنا الـ GFR. إذا شنو خواص الـ the substance that used for clearance of the for measurement of the GFR should be freely filtered through the glomeruli, neither secreted nor reabsorbed by the tubule, and does not bind to plasma protein, biologically inert, non-toxic. Neither synthesize or metabolize in the kidney. Then the ideal substance that fulfills this criteria is the inulin. The inulin, مو الانسولين. الانسولين يختلف عن الانسولين. الانسولين هو polymer of fructose. شافوا ان هاي المادة freely filter at the glomeruli. Neither secreted nor reabsorbed by the tubule. ممكن نستخدمها for measurement of the GFR. زين. GFR شلون نحسبه؟ قلنا احنا لازم نحسب urinary and the plasma concentration of this substance ونحسب minute urinary volume، يعني لازم نسوي 24 hour urine collection ونطلع minute volume. Minute volume يعني volume per minute. اوكي، معادلة لازم تحفظوها انه clearance يساوي ان U V على P. U شنو معناها؟ معناها الـ concentration of any substance. هنا عندنا الانيولين in the urine، يعني U ترمز للـ concentration of substance باليورين. الـ V هو الـ minute volume. الـ minute volume شلون نطلع؟ هسه نشوفكم شلون نطلعها، لأن هو احنا عندنا كم دقيقة باليوم؟ عندنا 1444، فإذا هي لازم نطلع ال 1440، يعني نقسم ال 24 hour urine collection على 1440. واضحة انه ال ideal measurement of the GFR using exogenous substance that is freely filtered at the glomerulus, never reabsorbed or secreted، لازم تكون metabolically inert and non-toxic. شافوا هي المادة الانيولين هاي. زين احنا مرات كلينيكالي يعني راح تكون هاي انفيزيف، انه لازم مادة ننطيها. اوكي، مرات المادة يعني ما متوفرة، اذا نقدر نستعيض عن فد شيء حتى اذا هو يعني قريب للايديال. اي ممكن الكرياتينين، احنا قلنا هو شو يصير بي؟ يصير بي فلير لفلتر، but there is some percentage which is secreted and reabsorbed in the proximal tubule. ولهذا هو not ideal، يعني تقريبا 10% is secreted. بس ممكن نستخدمه clinically for the measurement of the GFR. اللي هو يعني يكون ideal، لا هو
not ideal but clinically applicable, يعني باعتبار easy إن واحد بس نقيس البلازما الكرياتينين واليورين كرياتينين والمينيل فوليوم ونقدر نقدر نستخدمه for measurement of the GFR. ليش هو not ideal؟ يعني احنا قلنا الideal substance لازم freely filtered and never reabsorbed, never secreted. الكرياتين شنو اللي هو freely filtered but they're about 10% small amount اللي هي 10% is secreted from the tubule. So creatine clearance about equal to the GFR. GFR قلنا شقد هو per minute. حافظي 125 بالبير مليت بير داي راح يكون قلنا تقريبا 180 لتر. اوكي اذا هم الكرياتين كليرنس شلون نفس المعادله تحفظوا هاي المعادله مال الكليرنس اللي هو اليو في على بي. اليو هو اللي راح يكون اليورين كليرنس اوف يعني اليورين عفوا كرياتينين. البي هو البلازما كرياتينين والفي هو المينت فوليوم اللي هو 24 اور. نجمع اليورين فورس 24 اور ونقسمه على عدد دقائق باليوم اللي هي 1440 طلع المينت فوليوم. بعد تحفظوها ممكن تجيكم معادله او يعني في السؤال انه شلون تطلع الجي اف ار. يعني سهله بس احفظوا يو في على بي تفهمون شنو اليو شنو الفي وشنو البي حتى تعرفون انه وهي كلش سمبل. نعطيكم فاليو طبعا لحد الان واضحه. نعم طبعا هي حتى هاي المعادله هم مرات يعني كلينيكالي تعتبر صعبه لان هم لازم تطلع الكرياتين باليورين تجمع 24 بس بال يعني كلينيكال ابلكيشن انها بعدين تعرفون ان شاء الله بالباطنيه. إنه أكو معادلات يعني نقدر إحنا معادلات نقدر نعملها بالفسيولوجي راح تطلع معادلة فقط من عفوا دكتور بس هذا الصوت اللي يمك ال... نعم ده يشوش الصوت هسا شلون الصوت واضح؟ هسا الصوت واضح تمام واضح؟ نعم دكتور هي هاي حتى الكليرنس اوف كرياتينين هو حتى هسه كلينيكالي يعني مو كل مريض نقدر نسوي له فاستعاضوا عنها اكو معادلات خاصه حتى اكو ابلكيشن على الموبايل مع المعادله الافكتيف جي اف ار شلون نطلعه. نعتمد اكثر شيء على السيرم كرياتينين او البلازما كرياتينين ونعتمد على الايج والويت فهاي الريس طبعا هاي بعدين ان شاء الله يعني كلينيكال ابلكيشن تاخذوها بالباطنيه بس حتى تعرفون انه احنا شنو جي اف ار وشنو البيزك ميجرمنت اوف جي اف ار. بعد عندنا قلنا نستفاد من الكلينس بعد ميجرمنت اوف فات ميجرمنت اوف ذا رينال بلازما فلو او رينال بلاد فلو. رينال بلاد فلو شو يحتاج لماده حتى نقيسه؟ لازم هاي الماده تكون شنو؟ لازم completely cleared from the renal blood by one pass through the kidney. يعني المادة من تجي بالارتري بالرينال ارتري وش من تدخل بالكدني لازم كلها يصير بيها filtration and secretion بحيث من توصل للرينال فين ماكو هاي المادة مختفية كلها انطرحت كلها excreted. فإذا هاي المادة صارت معناها شنو؟ معناها هاي equal to the renal the clearance of this substance equal to the renal blood flow. واضحة؟ إذا حتى هاي المادة تنطرح completely from the kidney لازم تكون free filtration and in addition secretion حتى المادة اللي تبقى بالبلاد يصير بها secretion وكلها نتخلص من عندها one pass through the kidney. فشافوا شنو المادة اللي fulfill this criteria هي الparaaminohiburic acid. طبعا الparaaminohiburic acid لازم الconcentration مالته ما يكون عالي حتى ما نتجاوز التوبولار ماكسيموم اللي هي قلنا أخذناها بالمحاضرة السابقة. تيوبولار ماكسيموم هي الاماونت اللي إذا تجاوزنا الconcentration مالتها راح يصير عندنا stop
of the secretion or reabsorption. فإذا تجاوزنا راح يكون شنو؟ راح يكون there is a block of the secretion وراح تبقى بالبلاد. فلازم نستخدم يعني concentration أقل من 0.12 milligram per minute. فنفس الشيء clearance for carcinogenic شلون نقيسه؟ نفس الشيء هم لازم نعرف البلازما بلازما concentration of paraamine of uric acid ونعرف اليورين ونعرف المينت فوليوم. فهي نفس الشيء احنا باعتبار انه التشينج بتوين ذا ارتيريال اند ذا فينوس راح يكون يعني انه الفينوس راح يكون زيرو باعتبار انه ما وصل من الماده اي كميه كلها كلير لنا كدني. اذا راح نستخدم الارتيريال هو يعوض لنا عن الفينوس باعتبار الفينوس زيرو. اذا الرينال بلازما فلو في الكونستريشن ارتيريال هنا الارتيريال اوبر امين في راح يساوي لنا اليو في. فهي تجي بالاخير المعادله هي رينا بلازما فلو يساوي لنا اليو في على بي. اليو هي اليورين كونستريشن اوبر امين هيبيوريك اسيد والفي هي المينت فوليوم والبي اي هي الارتيريال كونستريشن اوبر امين هيبيوريت. هاي راح تطلع لنا رينال بلازما فلو. احنا قلنا رينال بلازما فلو هو راح يكون اقل من الرينال بلاد فلو باعتبار هي جزء من الهول بلاد. يعني اذا احنا نسوي سنترفيجيشن اوف بلاد راح يطلع قسم من عندنا هو بلازما والقسم الثاني هو الهيماتوكريت او البي سي بي اللي هي الباكت سيل فوليوم. فالهيماتوكريت راح يكون تفيدنا راح نطلع من عندها الرينال بلاد فلو راح يسوي لنا رينال بلازما فلو تقسيم واحد ناقص ال بي سي بي او الهيماتوكريت. لحد الان واضحه؟ هي يعني حتى ما يعني اهم شيء تحفظوا المعادله اللي هي اليو في على بي. من تحفظوها البقيه هي كلها حتنفهم. واضحه؟ واضح دكتور. فنركز على المعادله اللي هي احفظوها من هسه هي The clearance of any substance هو اليو في على بي حتى ما ننسوها. طبعا هنا انا حكي انه total blood flow is different from man to man وطبعا حتى from man to man هو هم يختلف حتى بالبادي بلد بس in general is different from man to woman and average about مثلا هنا 982 plus minus in women and 1209 plus minus in men and renal plasma flow هو راح يكون less اللي هو 592 ml per minute in women و 659 and varies with the طبعا هم يختلف حسب الهيماتوكريت. لان هسه اذا احنا نريد بالعكس نطلع الرينال بلازما فلو راح نقلب المعادله اللي هي نسبه راح تكون الرينال بلاد فلو في واحد ناقص الهيماتوكريت. يعني هاي واضحه ما احنا بعد عندنا انه نريد نشوف مثلا الافكتيف فانكشن اوف ذا كيدني. نقدر نستخدم اكو مصطلح ثاني يسموه الفراكشنال اكسكريشن اوف سبستنس او ايون او اي يعني ماده اللي هي فراكشن اكسكريشن حتى نشوف افكتيف رينال فانكشن. فالفراكشن اكسكريشن اوف فاريوس سوليوت ان ذا يورين بروفايد يوزفول انفورميشن اباوت تيوبولار هاندلنج اوف ذا سوليوت ريليتيف تو اتس جي اف ار. فالفراكشن اكسكريشن مينلي بالكلينيكال ابلكيشن نستخدم هو الفراكشن اكسكريشن اوف صوديوم اللي هو اف اي ان اي. شنو معناه فراكشنال؟ من الاسم مالته هو ذا فراكشن اوف صوديوم فلترد ار at the glomerulus which is ultimately excreted in the urine. يعني الفراكشن الجزء من الصوديوم اللي هو filtered at the glomerulus وهو بالنهايه ينطرح. يعني الكميه او الفراكشن او الجزء من التوتال صوديوم اللي filtered at the glomerulus اللي هو راح ينطرح باليورين. اوكي فهذا الفراكشنال راح يكون يعني تقريبا اسهل قياسه من الكليرنس باعتبار انه هو
does not depend on accurate timed volume collection as easy to calculate. هم اكو معادلة fraction excretion of substance راح يساوي لنا the clearance of this substance على creatinine clearance. واليو هي هي نفسها urinary. وبي هي هم البلازما كونستريشن. فهذا لازم نقيسه ونقسمه على الكرياتين كليرنس at the same time. يعني هو بس تحفظون المعادلة إن هو طلعون الكليرنس of any substance نقسمها على الكرياتين كليرنس. واضحة؟ وهذا المخطط يشوفنا انه شوفوا مثلا جي اف ار ايش قد يساوي لنا. قلنا 125 بير مينيت 1% اونلي از اكسكريتد. شوفوا هو من 180 خلال اليورينري سيستم. ذس از ذا جلوميرولوس النفرون. بالنهايه ايش راح يطلع؟ يعني يطلع لنا احنا تقريبا 108 لتر بيضة بالاخير only 1% is excreted. فشوف ايش قد يصير handling during the pass of the filtrate through the nephron. هسه عندنا الموضوع انه يمكن ماخذيه انه شلون يصير reabsorption and secretion. عادة هي عندنا 4 mechanism of reabsorption and secretion اللي هي الاكتيف ترانسبورت، سكندري اكتيف ترانسبورت، شينوسايتوسيس. هاي اخذتوها يمكن غير مواضيع بالفسيولوجي او اند باسيف ديفيوجن. تتذكروها هاي الشغلات. ويا يا طلاب. نعم دكتور. هو من اسمه active يعني against chemical or critical ingredient. يعني من تركيز عالي التركيز. عندنا مثلا two area بها واحدة تركيز عالي والثانية تركيز ناصي. فهذا إذا active لازم من التركيز الناصي للعالي سواء أنه chemical or critical ingredient. secondary active transport لا، هذا من اسمه secondary active. هذا يستغل الactive transport يتشلب وياه ويصير سكندري مثل الجلوكوز ويا الصوديوم اللي هو صوديوم اكتيف ترانسبورت. الجلوكوز هو راح يصير سكندري اكتيف ترانسبورت. البينوسايتوسيس من اسمه هو باي اندوسايتوسيس، يعني سم سمول بروتين سم هرمون ار ري ابزوربد ان ذا بروكسيمال تيوبل باي اندوسايتوسيس. الباسيف من معناه باسيف انه هو with the electrical or chemical ingredient، يعني من التركيز العالي للتركيز الناصي. اوكي باسف، ما يحتاج له لا ما يحتاج طاقه، ما يحتاج انرجي، ما يحتاج اي تي بي. بس نجي انه البرايمري اكتيف ترانسبورت مثال عليه هو البروتوتايب هو الصوديوم بوتاسيوم بامب اللي هي راح تكون موجوده على البيزو لاترال سيرفيس والابيكال سيرفيس. فهاي تحتاج شنو؟ تحتاج اي تي بي هي كانرجي، فتطلع الصوديوم وتدخل البوتاسيوم. هسه من التيوبيول نفس الشيء هم هي راح هي عسيا على الانترستيشن راح تشتغل. اوكي فتطلع صوديوم وتدخل بوتاسيوم. اذا الصوديوم حيقل بالسيل منين يجي؟ راح يصير في باس ديفيوجن فروم ذا تيوبيول. اوكي وبعدين هنا من راح الصوديوم يزداد بالانترستيشن من راح يروح؟ راح يروح للبلاد بس. واضحه الاكتف. وهاي طبعا هي بامب تحتاج اي تي بي، تحتاج انرجي. هاي نفس الشيء هم المخطط اللي هو this is active transport need energy اللي هو البوتاسيوم يدخل الصوديوم يطلع. اوكي وهو هذا الاكتف ترانسبورت، يحتاج انه الاي تي بي تتحول الى اي دي بي. واضح البرايمري اكتف ترانسبورت؟ واضح. السكندري اكتف ترانسبورت هو شنو هو؟ هو انه اكو اكتيف ترانسبورت
اللي هو يعني فد اكو باد بامب بنفس الوقت تستغلها غير ماده انه شو يصير يصير كومبينيشن وياها. فهما هو عنده تو تايب، اما كو ترانسبورت اللي هو بنفس الاتجاه مثلا الجلوكوز يتشلب ويا الصوديوم اكو كو ترانسبورتر فالناقل يربطهم ينقل الجلوكوز ويا الصوديوم فيسموه كو ترانسبورت، يعني كو بنفس الاتجاه اكو الكاونتر باتجاه معاكس. مثلا الصوديوم يطلع اكو كو ترانسبورتر يدخل فالسكندري اكتف انه يستغل البرايمري اكتف عن طريق الترانسبورتر اللي هي يا اما تكون كو ترانسبورتر بنفس الاتجاه او كاونتر ترانسبورتر بعكس الاتجاه. واضحة؟ هاي نفس الشيء مخطط انه شلون الجلوكوز يستغل الصوديوم عن طريق كو ترانسبورتر، وهنا شلون الهيدروجين يستغل الصوديوم عن طريق كاونتر ترانسبورتر. اوكي واضحة؟ نعم دكتور. دكتور الكلور شفت مو سكندر اكتيف ترانسبورت. البينو بينوسايتوسيس من اسمها هي اندوسايتوسيس، يعني انجلبمنت. واحد السيال ماخذيها انتو شلون السيال تسوي انجلبمنت اوف بارتيكلز such as large molecules such as protein او hormones او some peptide يسموها بينوسايتوسيس. النوع الرابع اللي ما يحتاج انرجي يسموه باسيف ترانسبورت او ديفيوجن، يعني سمبلي هو ديفيوجن مجرد انتشار من التركيز العالي للتركيز القليل اللي هو يعني راح يكون يعني هاي السيلز هي اكو تو واي اوف ترانسبورت، يا اما باراسيلولار ثرو ذا تايت جانكشن بين ذا سيلز او ترانسيلولار. نفس الشيء اللي هو مثلا باسيف ديفيوجن مال الصوديوم او الووتر، الووتر من تركيز عالي بالتيوبول الى تركيز اقل بالانترسيشن راح يصير باي اوزموسيس يسموه باسيف ديفيوجن. واضح الباسيف ديفيوجن انه هو من التركيز العالي للقليل ما يحتاج انرجي، بس باسيف ديفيوجن اكر ثرو تو ويز، يا اما باراسيلولار بتوين ذا سيلز او ترانسيلولار يعني خلال السيل. two pathway of absorption اللي هي بس حكينا عليها اللي هو transcellular لوش اللي هو يدخل من السياب او ال paracellular between the cells من برا يعني مجاور للسيلز يعني through the tight junction يعني مجرد تعرفوها. هسه نجي على اللي حد الان عرفت type of transport حطوها. نعم دكتور واضحة هي. هسه نجي على regulation of important solubles من ضمنها الصوديوم. الصوديوم هو كلش important، هو the most common cation in the extracellular fluid about 90% concentration مالته هو بال يعني normal value من 136 145 مليكوبين بير ليتر. عادة pairs with another negative ion اللي هي chloride bicarbonate neutralize the charge راح يكون قليل التركيز مالته بالانتراسيلولار، اذا هو الموست امبورتنت كات ايون ان ذا اكستراسيلولار فلويد. تعرفون انتم الفلويد تتقسم الى اكستراسيلولار انتراسيلولار. الموست امبورتنت انتراسيلولار كات ايون شنو؟ بوتاسيوم. هو احنا عندنا تو امبورتنت سوليد في البودي هو الصوديوم والبوتاسيوم. الصوديوم هو الموست امبورتنت الموست كومن بالإكستراسيلولار، بوتاسيوم هو الموست امبورتنت اند موست كان كاتايون ان ذا انتراسيلولار ان وذين ذا سيلز اند ات از فيري امبورتنت ان ريجوليشن اوف واتر بالانس، لان هو عاده من يصير ري ابسوربشن اوف صوديوم راح يتبع الووتر باي اوزموسيس اند اوسو امبورتنت ان ذا نيرو اند موست فانكشن. عاده الصوديوم ري ابسوربشن از by the kidney is affected by many hormones من ضمنها الالدوستيرون. الالدوستيرون اللي هو يسوي لنا reabsorption of sodium and secretion of potassium. renin-angiotensin نفس الشيء هو through the
الالدوستيرون اللي هو يسمى رينين انجيوتنسين الالدوستيرون سيستم، عند الاتريال ناتريوريتيك بوتاد اللي هو يسمى ناتريوريسيس من اسمها اللي هو انهانس ذا سيكريشن اور اكسكريشن اوف ذا صوديوم. اوكي، عندنا another important substance handled by the kidney is the glucose. Glucose reabsorbed along the sodium in the early portion of the مثل ما قلنا secondary active transport. But any filtered sodium should be reabsorbed in the proximal tubule. And this is a typical مثل ما قلنا قبل شوية إنه by secondary active transport. يعني هو يرتبط ويا الصوديوم through co-transporter. طبعا normally ما يصير عندنا جلوكوز باليورين، بس إذا عندنا مرض السكري اللي هو diabetes mellitus. طبعا diabetes mellitus هو شو وقت يظهر؟ يظهر الجلوكوز باليورين إذا هو تجاوز تعدى الحد أو القابلية مال التيوبل فور ريابزوربشن اللي هي التيوبلر ماكسيمم اللي هي تي ام. فالتي ام هي افريج اباوت 375 ملي جرام بير مينيت، whereas فيلتر از اونلي اباوت، يعني هو راح يساوي لنا الجي اف ار في بلازما جلوكوز يعني في. بس هي حتى تفهموها انه هو اذا تجاوز التي ماكسيمم تيوبلر ماكسيمم اوف جلوكوز راح الابزوربشن راح يوقف، يعني بعد ما يقدر يعني يشبع هذا السكندري اكتيف ترانسبورتر فيقوم يطلع باليورين. اذا ايش قد الليفل بالبلاد حتى يطلع؟ يعني واحد متوقع انه عنده سكر، نقول له انت هسه بدا الجلوكوز او الشوغر يطلع باليورين. عاده هو اكو ثريشولد يسموها اللي هي عتبه، اذا تجاوزها راح يطلع بال الثريشولد اللي هي عادة تعتمد على الارتيريال. إذا ارتيريال بلاد، ارتيريال بلاد لازم الكونستريشن مالته إذا تجاوز 100 ملي جرام بير ديسيليتر ارتيريال، مو سيرام، يعني مو العفو فينس. احنا عادة كلينيكالي اللي هو من واحد يروح يسوي تحليل مع سكر شن نقيس احنا الفينس ولا الارتيريال؟ الفينس دكتور؟ الفينس، لأن الارتيريال صعب، ما يصير احنا كل واحد يجي يروح على الارتري. عادة الموجودة اللي هي سوبرفيشال هي الفينز، فناخذ احنا من الفينز. اوكي، ناخذ اللي هو فيني بانكتشر، ناخذ بلاد ونقيس الجلوكوز. اذا الفينز تتوقعوا اقل من الارتريال عادة؟ اقل دكتور. نعم، صار ميتابوليزم بالسيلز دكتور، لان هذا دخل بالسيلز، السيلز اخذت الجلوكوز بعدين اللي فراح يكون يعني ديفينتلي راح يكون الفينس اقل. ثريشولد اوف ذا فينس اكثر من 180 راح يطلع باليورين. فاحنا المريض اذا يعني طلع الجلوكوز مالته السيرم فينس جلوكوز اكثر او بلازما جلوكوز اكثر من 180 ملغ بير ديسيليتر، راح نقول له انه انت ديفينتلي عندك جلوكوز يوريا، يسموها جلوكوز يوريا، يعني اكو جلوكوز باليورين. يعني هاي حتى تحفظوها. هذا الفيجر يشوف لنا انه دايجرام يشوف لنا انه شلون البلازما جلوكوز كونستريشن كل ما يزداد، كل ما يتجاوز الترانسبورت ماكسيموم، كل ما يعني يزداد الاكسكريشن مالت. هنا جلوكوز فلترد لود ريابسوربشن، يعني مجرد انه نفس الحكي اللي شرحناه. عندنا بعد فد شيء يعني فانكشن اوف ذا كيدني هي الاسيد بيس بالانس. اسيد بيس بالانس انت اخذتوه، فراح يعني اتطرق على السريع انه هو الاسيد شنو. الاسيد هو اني مولكيول كونتيننج هيدروجين اتومز كان ريليز، يعني اللي هو كان ريليز هيدروجين ايون من سوليوشن، مثلا الهيدروليك كلورايد والبايكربونيك اسيد. البيز لا، البيز هو ان ايون مولكيول ذات كان اكسبت هذا البروتون اللي هو الاتش. يعني واحد يقدر ينطي يسموه اسيد،
اللي يقدر يستقبل الهيدروجين ايون يقولوا له البيس، يعني اسيد بيس. البروتين لها خاصية، هي تعتبر function as a basis because some of the amino acids that make up a protein have a net negative charge that can readily accept. يعني هم البروتينز بالبودي can accept hydrogen تعتبر basis. طبعا السيستمز ذات ريجوليت اكو بفرنج سيستم الهيدروجين كونستريشن، اكو الكيميكال اسيد بيس بفر سيستم اوف ذا بودي فلوج ايميديتلي كومباين وذ ذا اسيد اور بيس تو بريفنت اكسيف تشينج ان ذا، يعني اذا عندنا بفرنج سيستم اللي هو موجود يعني البايكربونات او الهيدروكلوريك اسيد، اذا يعني انتم اخذتوا يمكن ريسبيراتوري سنتر، ريسبيراتوري سنتر شي يسوي لنا؟ يا اما يسوي لنا هايبر فنتيليشن او هايبر فنتيليشن. CO2 يعتبر أسيد، أوكي، لأن هو يعتبر بايكربونيك أسيد، فإذا صار عندنا أسيدوسيز ريسبيراتوري سيستم شي يسوي؟ حاول يتخلص من CO2 يصير هايبر فنتيليشن. إذا صار عندنا الكالوسيز لازم يحافظ على CO2 يصير يقلل التنفس يصير هايبر فنتيليشن. الكدني شنو وظيفتها؟ الكدني اللي هي من ضمن يعني هسه موضوعنا also can excrete either acid، اذا صار عندنا acidosis هي تطرح acid هوايه، اذا صار عندنا alkalosis لا هي تطرح bases هوايه من ضمنها البايكربونات حتى تحاول تحافظ لل. هسه نجي على function or the role of the kidney in the acid base balance. لحد الان واضحه مفهومه؟ نعم دكتور. نعم دكتور واضحه. انت اخذت محاضرات الاسيد بيس بالانس مو؟ اي نعم دكتور ماخذيه. اي فيعني مجرد انه تعرفوها. فقلنا الكدني هي شلون تحافظ على الاسيد بيس بالانس، يا اما تطرح اسيديك اور بيزك يورين، تعتمد اذا عندنا اسيدوسيس. And excreting an acidic urine اذا هي reduce the amount of acid in the extracellular fluid، يعني طبيعية. And excreted basic urine remove the base from the extracellular fluid. زين هسه الكدني هاي شلون تحافظ او شلون تشارك بالاسيد بيس بالانس؟ هي through three fundamental mechanism. اول شيء اذا زاد الاسيد بالبودي هي شو تسوي؟ secretion of hydrogen ion. اذا قل راح تسوي reabsorption of the filtered، راح تكون العفو البايكربونات اذا هو يعني هم عندنا اسيدوسيس راح تسوي لنا ري ابسوربشن اوف بايكربونات وتسوي لنا برودكشن اوف نيو بايكربونات. اذا هي الوظيفه مالتها هي اما تطرح الهيدروجين الزايد الاسيد او تسوي ري ابسوربشن اوف ذا بيز اللي هي البايكربونات او تنتج لنا نيو بايكربونات، مو بس تسوي لها ري ابسوربشن تسوينا برودكشن. هسه نشوف شلون نسوي برودكشن اوف نيو بايكربونات. هسه مثل ما قلنا الهيدروجين ايون سكريشن اند ري ابزوربشن اكر ان فيرتشوالي اول بارت اوف ذا تيوبيول ما عدا الديسندنج اند اسندنج ثين لب اوف لوب اوف فيلين، اند فور ايتش بايكربونات ري ابزورب ان هيدروجين مست بي سكريتد حتى يصير بالانس. عاده نورمالي انه كل ما يعني يصير ري ابسوربشن اوف بايكربونات لازم نعوض مكانه شنو هيدروجين. هنا هو حنيجي شلون يصير برودكشن اوف نيو بايكربونات. عندنا جلوتامين اللي هي سبستنس ميتابولايز ان ذا سيل هاي ييلدينج امونيوم اي بايكربونات. الأمونيوم is secreted into the lumen by the sodium ammonium pump. فهسا for each glutamine molecule metabolized two ammonium are produced and secreted and two bicarbonate are returned to blood. بس نشوف المخطط إنه هو هاي شلون ده يصير. إن هي مو production of new bicarbonate glutamine يتحول إلى الأمونيوم يتحول إلى two bicarbonate. إذا راح نستفيد من عنده إنه production of new bicarbonate.
اللي هي ترجع للرينال انترستيش ترجع للبلاد، بينما الأمونيا مصير بي سكريشن within the urine. واضحة؟ نعم دكتور. إذن هي عشان يصير برودكشن وغلوتامين يتحول إلى بايكربونات وأمونيوم. هسه بعد عندنا الامبورتنت از ريجوليشن اوف بوتاسيوم. بوتاسيوم از مثل ما قلنا هو الميجر انتراسيلولار كات ايون، اونلي 2% اندكس ريسيرك لود از ا كونستريشن مالته هو 4 ملي كوبيه بير لتر. Also potassium is taken up by all cells via the sodium potassium ATPase، يعني اللي هو sodium potassium pump. And هو regulation مالته يعني عادة هو by active transport and some cell via potassium hydrogen exchange or potassium chloride for transport. Regulation of potassium. Potassium is important. لأن هو عندنا إذا صار disturbance بالبوتاسيوم ممكن يصير عندنا hyperkalemia or hypokalemia. واثنين هن dangerous، ممكن يسوي لنا complication to the heart، وممكن تؤدي لنا إلى arrhythmia and death. For regulation of potassium، طبعا كل ما يزداد البوتاسيوم انتيك راح يزداد البلازما بوتاسيوم. هذا ايش راح يحفز لنا؟ حيحفز لنا الادرينال كورتكس، حتى شنو سبيسيفيكلي ذا زون جلوميرولوسا اللي هي سكريت ذا الدوستيرون. الدوستيرون ايش راح يسوي؟ راح يسوي لنا انه هو يسوي لنا reabsorption of sodium and secretion of potassium. وطبعا هذا هم إلى negative feedback على البلازما sodium. المخطط نفس الشيء، إنه هو إذا زاد البوتاسيوم شلون البادي يتحول يتخلص من عنده؟ mainly through the activation of the aldosterone system. الaldosterone إيش راح يسوي لنا؟ مثل ما قلنا الaldosterone هو function مالته increase the secretion of potassium and reabsorption of sodium. The handling of the potassium in the kidney هو the proximal tubule reabsorb about 2/3 of the filtered water and also reabsorb about 2/3 of the filtered potassium اللي هو mostly passive. Then along the descending limb of the loop of Henle, potassium is secreted into the tubule from the interstitium, and along the thick ascending limb, the potassium is reabsorbed via the sodium potassium 2 chloride co-transporter. And along the distal tubule and collecting duct, there is a net secretion of potassium, which is stimulated by the. Then هو the most important هو the effect of aldosterone اللي هو وين راح يكون at distal tubule and collecting duct. When there is a dietary increase in the potassium. Collecting duct potassium secretion is by which cells? أكو هي my cell type يسمو principal cells. We are the luminal potassium channel and basolateral sodium potassium ATPase. واحد شيء راح نشوفكم يا مخطط انه هو تقريبا اذا تشوفون البوتاسيوم 65% reabsorbed in the proximal و 27% reabsorbed in the يعني distal ascending limb and the distal tubule تقريبا اللي هو ascending limb of loop of Henle. يعني من يوصل للdistal قد راح يبقى عندنا 65 27 اللي هي دخلت من البلاد. بنفس الوقت هنا أنا بالديستال كونفرتيبل كولكتنج داكت يشتغل الالدستيرون اللي هو يفرز لنا بوتاسيوم مش قد بيرسنتج 4%. اذا ايش راح يصير؟ 4% و8% اللي بقت اللي هي عبرت او تخطت او يعني هربت من الري ابسوربشن راح يصير 12% او بوتاسيوم is excreted. واضحة؟
نعم دكتور. إذا الفاكتور ذات أثّكت البوتاسيوم reabsorption or transport اللي هي فاكتور بستمت بوتاسيوم سكريشن باي برنسبل انكلود اولا طبعا حتى يزيد البوتاسيوم طبعا انكريز اكسترا سيلولر فلويد بوتاسيوم شيء طبيعي كل ما يزداد كل ما لازم نتخلص من طبعا حتى بالصوديوم بالبوتاسيوم بس احنا ما بدنا نتطرق لها انه هم عندنا هايبرناتريميا يعني ازداد الصوديوم عندنا هايبرناتريميا وعندنا هايبركاليميا وهايبوكاليميا بالكالسيوم هم عندنا هايبوكالسيميا انه هو الكالسيوم راح يكون اقل من الطبيعي هذا اذا اقل من الطبيعي الكالسيوم ايش راح يسوي راح يزيد لنا الاكسايتابيلتي اوف ذا نيرف اند مسل اند كان In extreme cases result in hypocalcemic titany. هذا كلش important ليش؟ إنه إذا hypocalcemic راح يصير titany. Okay, يعني excessive contraction of the muscle and characterized by spastic skeletal muscle contraction. يعني واحد يسون يعني تشنج. شايف فيها يمكن إنه التيتاني شلون يصير؟ دولي إذا بالهستيريكال أتاك هسه نحكي عليها. الهايبركالسيميا increase calcium concentration depressed لا بالعكس راح يقلل لنا neuromuscular excitation can lead to cardiac arrhythmia هذا الريسك مالته. شلون يوجد الكالسيوم بالبدي هو أي أيون عادة يا أما يكون فري اللي هو 50% أو يكون bound to plasma protein اللي هو 40% أو also maybe bound to an ion اللي هي 10% such as the phosphate and citrate. هنا الكالسيوم change in the plasma hydrogen ion can influence the degree of calcium binding to the plasma protein. عادة الكالسيوم خاصية مالته انه هو الميتابوليكلي اكتيف هو الفري اذا يصير bound راح يكون ineffective فالاسيدوسيز او الهيدروجين ايون هو يأثر لنا على اليمين يأثر لنا على binding of calcium to plasma protein إذن acidosis in acidosis إيش راح يكون less calcium is bound to the plasma protein okay and alkalosis إيش راح يسوي لنا بالعكس greater amount of calcium is bound to the plasma protein and patients with alkalosis are most susceptible to hypocalcemic titany إذن هو إحنا نعتمد إنه إذا قل الفري هو الفري هو الأكتيف اللي هو affect the nerve and the muscle ولهذا بالالكالوسيز إيش راح يقل راح يقل الفري فيكون لايبل فور أكثر فور تيتاني هاي وين نشوفها حتى ما تنسوها بالهستيريكال أتاك يعني خاصة بالفيميل هي طبعا هم تصير بالميل بس مايلي إن يانج فيميل ممكن إذا هي تعرضت لأزمة نفسية يصير بها هستيريكال أتاك يصير هايبر ventilation الهايبر ventilation ايش حيسوي لنا احد وياي شو يسوي لنا هايبر ventilation نعم راح يسوي لنا wash up يعني wash out of CO2 راح يسوي لنا الكالوسيز من راح يسوي لنا الكالوسيز ايش راح يقلل لنا الكالوسيز الكالسيوم راح يقلل لنا فري كالسيوم فشي يصير عندهم ذولي يصير عندهم سبازم راح يصير عندهم كاربوبيدال سبازم اللي هو تيتانيك كونتراكشن اوكي فهذول حتى نعالجهم شو نسوي لهم لازم نسوي لهم انه اول شيء نهدئهم
ثانيا انه ممكن نخليهم انه يتنفسون فد كيس اللبس على الراس، بس يعني لازم حتى يقلل الوش اوت اوف كالسيوم، ممكن ننطيهم يعني الكالسيوم. طبعا الكالسيوم هو شلون الهاندلينج، طبعا كالسيوم از بوث فلتر اند ري ابزوربد ان ذا كيدني بات نوت سيكريتد، only 50% of plasma calcium is ionized with remainder قلنا هو بلازما بروتين or with the anion. وطبعا هو عندنا هرمون that affect metabolism of calcium من ضمنها الباراثايرويد هرمون اللي هو increase calcium reabsorption in the thick ascending loop of Hilly and the cerebral and reduce urinary excretion of calcium. Well, another important in the regulation of potassium is the vitamin D. Okay. لهنا أنا وحنوقف حتى نصير عليكم مادة هواية. أحد عنده سؤال؟